كرة القدم. الرياضي فن ولعب بين السنة اللي قال دي مدرسة فأوروبا الدوري تعيش معاه اتفرج بقى على الأستاذة تحليل خطير مش أي كلام مع ميدو سيف وحزم إمام يعني الموضوع ما فيهوش هزار ستارز أوف فانتسي ولع نار. مساء الخير، يوم جديد ستارز اوف فانتسي، يوم جديد ولقاء جديد العالمي مع الامبراطور، وطبعا للاسف عكس كل التوقعات قعدنا ننفخ في العالمي ولكن اخذ غطس عالي جدا 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 والثعلب بيتفوق عليه حظ ارزاق يعني الوالده بتدعي له، مش عارفين القصه الموضوع ايه ولكن واضح ان في تقدم كبير للكابتن حازم ب 74 نقطه مقابل 62 نقطة للعالمي. شكلك صعب. والله محظوظ، والله العظيم محظوظ. أنا لا والله العظيم عمري ما شفت حظ كده. محظوظ. حياة ربنا. أنت لولا صلاح كان زمانك في القاع. كان زمانك 30 في حد يقول في حد يقول في أسبوع يعني واحد. يعني واحد جايب لك نص اللعيبة عندك. ستيرلينج يجيب هاتريك. وأنا كولمان يضيع جول والجون فاضي. جون فاضي جوه الجون ده كان هيجيب لي 8 نقط. وبورنموث يخش فيهم جون في الدقيقه 90 لو طلعت بكلين شيت تاخد 8 نقط كمان. الكره ما فيهاش كده. على مين احنا الاثنين سكور بتاعنا؟ احنا كده قلبنا. لا بس انا هقول لك كده قلبنا بقى الظروف صعبه. ميدو كابتن سيف ميدو جايب 64 منهم 30 صلاح ما بهزرش والله. يعني لعيب واحد 62 يعني لعيب ماشي 62 يعني لعيب واحد جايب له نص السكور بتاعه. ده معناه ان هو ما فيش حق ضايع. ليه بقى؟ لان معناها ان ال10 التانيين جايب له 30 ولاعيب واحد جايب 30. لوكاس مورا جايب لي 5 نقط. يعني انت واحد بس هو اللي خلص لك التيم كله. عمل انت ايه؟ لا انا عندي ستيرلينج جايب وعندي ديني جايب وعندي ووكر جايب وعندي الكسندر جايب وعندي اوباميانج يعني 50 واحد جايب. لا انت ستيرلينج اللي عمل لك الطفره. يعني ما تعيش قوي كده. انا كنت حطيته كابتن. لا ما تعيش قوي كده يعني. كان زماني اخر سنه. حظي بس الحمد لله. يعني انت متفوق. بس عوض خلي بالك، بس خلي 37 ولا 36 اسبوع. لسه بدري طبعا. لا 37 اسبوع صح؟ بس لسه بدري. وعلى فكره الناس اللي هي في الاول بتاخد بوينتس كتيره دي بتقع بعد كده. بينكوشن يا سمير عبد التواب جاب اكتر مننا احنا الاثنين. مين؟ سمير عبد التواب. يا دول ده دول ان اللعبه دي ما فيهاش فيها. ما فيهاش رؤيه. بنبارك برضو لهشام الثوره على فوزه برضو معانا في الجوله الاولى 125 نقطه. رقم كبير جدا 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 وفي هتبقى معانا هديه من هشام العصوره يا فندم. العصوره ماشي. ما ينفعش يبقى الثوره خالص ال اي دبل اس او يو ار اي العصوره. يعني كل الاحترام للاسم طبعا. يعني ما ينفعش تبقى انت قريتها الثوره لا يمكن. حاضر. وشال الاي الصوره يعني زي ما يطلع اسم الولد. الف مبروك يا هشام وتواصل على البيج بتاعه يلا كوره. ده 125 نقطه ان شاء الله باذن الله. في هديه قيمه. في ناس بتعمل تريبل كابتن في اول اسبوع. لاحظت الموضوع ده يعني جرأة غير طبيعية. انت اول اسبوع تعمل تريبل كابتن. تريبل كابتن مرة واحدة بس. انك تعمل في اول اسبوع تريبل كابتن وطبعا تمشي معاك ان يجي ستيرلينج يجيب 3 اجوان جامدة جدا. عايز حد يعني دماغ يعني. بس انت اعتقد برضو ستيرلينج عمل معاك طفرة كبيرة. محمد صلاح وداك في منطقة تانية. ان شاء الله صلاح يفضل مكمل بنفس الشكل. انت كان ليك رؤية في صلاح تقريبا اول اسبوع. لا انا قلت صلاح طبعا جامد جدا بس كان فلوسه كنت يعني الفرقه اللي عملتها لقيت مش عارف اجيب فلوسه لان هو اغلى واحد في البريمير ليج. فقلت هاخد ستيرلينج. انت كنت قلت يعني دي الدافع والحافز ولسه جاي. انت نسيت الكلام. بس انا بصراحه في ناس يعني دمرتني. روبرتسون ما عملتش حاجه خالص. انا خدت بقى الكسندر ما خدش روبرتسون. ودي النظره بتاعت المدرب الفريق. ده روبرتسون السنه اللي فاتت خدت روبرتسون. انا واخد ليه بقى الكسندر؟ انا اقول لك عشان برضه تستفيد مني. لان الكسندر لعيب زي روبرتسون بيعمل اجوان لكن عنده ميزه كمان انه بيلعب الفريات الثابته. الكوره الثابته بيعملها كويس جدا. بيعمل كورنرز كويس. فعنده تو اوبشن زياده عن روبرتسون. كان اكتر واحد عامل اسيست في ليفربول السنه اللي فاتت. ماشي بيعمل اسيست لكن قصدي في الماتش نفسه بيلعب الكوره ناحيه اليمين. بيلعب هو من اعظم الحاجات اللي بيعملها حازم امام في حياته. هو بيروح الساحل بيركز. لا بيفضل مركز. لا سيبك من الساحل. بيفضل قاعد على البحر. بص يشرح على الحاله لو اتغيرت. يشرح على التغيير. يعني يقول لك هنخش يمين ويشرح حالك دخل شمال يشرح حالك برضه. فاهم؟ يقول لك بس مقنع. لا انا بقول لك والله بجد فرقتك سريعه. هو فعلا عنده حق في النقطه دي. فرقتك اللي فاتت ولا اللي جايه؟ فرقتك يا بيه اللي جاي يعني الاسبوع الجاي. لا فرقتك انت. انا عايز الفرقه بتاعتك انت والبوينت سعرات سريعه. اوكي اللي فاتت يعني. حتى هو جلوريس للاسف دخل فيه هدف كنت متوقع انه مش هيخش فيه حاجه. فطبعا خد 3 بوينتس.
دفاع وان بيساكا. على فكره انا غيرت التشكيل لما من اخر حلقه، يعني احنا لما طلعنا حلقه انا غيرت بعديها بيومين، لان هي دي الفانتسي تقعد لغايه اخر. انا غيرت قبل الماتش بساعتين. انت عندك تغييرين؟ غيرت تغيير؟ لا ساعتها غيرت، كانش لسه معانا. لا بس مش فير ده ان انت تقول ليه هو لا انت بتقول يعني انت بتشتغل سريعا. سيبك من وقت النقاش ده، سريعا اتفضل يا استاذ. بيقول التشكيل هنا بعد كده غيرت. معلش لا برضه نستحمله. ما هو لا ما هو لازم، ما هو ليه اتنين تغيير يغيرهم؟ لا مش ليه، ده كان لسه قبل الترانسفير، ده كان لسه قبل الدوري يبتدي. يعني انا حطيت وقت دي ما ينفعش تغير واحده بس. دي واحده ليجل اول مره من حقه بعد كده ولا اخر مره لغايه الوقت ما يقفل. لا 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 ايوه في البدايه يا بيه سيف، الفريق اللي يقوله هنا يشتغل بيه. سيبك من اللي يقوله، هو العظيم بس من حقه لحد قبل ما يبتدي، قبل الوقت ما يبتدي من حقه يغير. أيوة دلوقتي مش من حقه بعد الحلقه. لا بعد الحلقه، لا ده خلاص اول حلقه عشان لا عشان بس انا لسه عشان الدوري منه 10 بوينتس اتقسم منه 10 بوينتس. بص هنمده على رجله بعد البرنامج. ووكر طبعا، ووكر يمكن من اللعيبه اي نعم. ووكر او باكات الاطراف دايما في مانشستر سيتي يا سيف ما بتعملش جوان كتير، لان دايما جوارديولا بيلعبهم يخليهم يلعبوا لجوه مش بيلعبوا بره زي بقيه الباكات، فقليلين هم يطلعوا. لكن ووكر عملها كويس جدا وعمل اسيست كويس جدا لخيسوس. الكسندر زي ما قلت بحبه يعني او حطيته ليه. طبعا ديني جاب نقط، كل الاربعه اللي ورا جابوا لي نقط كتير قوي، ودي مهمه جدا. الديفنس بتاعك جاب لك دي الغريبة عندك نقط كتيره. لا مش غريبه، ده يعني ده تفكير واحد بيفكر كويس في الكوره. تمام غريب يمكن يعني بالنسبه لك. بالنسبه لمين هو اللاعب من جوه خطر دايما بيبقى خطر. رحيم ستيرلينج طبعا دايما براهن عليه بشكل كبير. كنت فاكر تشيلسون هيعمل احسن من كده هو وبيريز، لكن يعني كويس ثلاث نقط برضه معقول. ويلسون برضه لم لك نقط. المشكله الكبيره جدا كان ويلسون عندي، ان انا في اخر ثانيه غيرت اوباميانج انه يبقى كابتن لويلسون، لان ويلسون كان عنده ماتش في ملعبه سهل بيلعب مع شيفيلد، فقلت اكيد وجايب ثلاث اجوان في ماتشات وديه وفايق وهو هداف فرقه فما جابش جوان. وبيانج بعد كده غير خلاص عرفنا الموضوع انتهى خلاص كمل. وهيتخسر منه هيتخسر ويتمد على رجله كمل يا فندم. اوباميانج كالعاده مراهن عليه وفعلا جاب هدف. وياتا يمكن بس برضه وولفرهامبتون ما جابش، لكن انا اعتقد 90% من فرقتي اشتغلوا باللي انا متوقعه. يعني تشكيل موفق كابتن حازم، والحقيقه بدايه اكثر من رائعه، وكنا ناويين نحط عليك بس مش عارفين لان للاسف انت خذلتنا وصغرتنا قدام الناس دي. هنشوف هنعمل ايه. فريقك سريعا، فريق بتاع الاسبوع اللي فات، الاسبوع ده الاسبوع اللي فات طيب ماشي هينزل على الشاشه. طيب قول اشرحه، هو هينزل ما تقلقش. اشرح خدته ليه ويعني ماشي. طيب ما انا عايز اجيب البتاع مش موجوده معايا، عايز تنزل على سكرين اهي. دخيه جاب لي طبعا، جاب لي 11 بوينتس 10 بوينتس. دخيه 10 بوينتس. عمل طبعا سيفز وعمل خد نقطتين بونص. مانشستر يونايتد عملوا ماتش كبير، اول ماتش طبعا 4 قدام تشيلسي، كان اختبار حقيقي لسولشاير ان هو يعني طبعا في مشاكل كتيره جدا كانت حوالين الفريق، وبوجبا عايز يمشي والمشاكل بتاعت لوكاكو. بداوا الموسم بشكل كويس جدا ولعبوا كره كويسه جدا رغم تشيلسي. لعبوا اول 60 دقيقه ماتش كبير، يعني لعبوا ماتش كبير جدا. كاميدو يعني بنطلع من السياق، لامبرد واضح يبقى مدرب جامد جدا طبعا. ماتش ليفربول حلو حلاوه، عمل ماتش حلو حلاوه. اتفرجت على ديربي كاونتي ولا يعني اشك حاجه بس؟ لا يعني الماتش الاولاني مع مانشستر يونايتد لعب كويس وخسر. الماتش اللي فات مع ليفربول في السوبر كاب ماتش حلو، حلو قوي قوي، ولعيبه على فكره صغير يعني لعيبه في عنده بولزيتش وماونت. عارف اللي عجبني ايه يا كابتن حازم؟ الماتش بتاع مانشستر يونايتد هو لعب بخط الفنس خط دفاع عالي، ودي مشكله واتضرب في ظهره كتير جدا. وانا دايما احب المدرب ان هو ما يبقاش عنيد، يعني لازم تتعلم من اخطائك وتصلح. لو شفت ماتش ليفربول، فاكر ماتش ليفربول هو اللي عملها في ليفربول ايه؟ هو اللي عملها في ليفربول، كان دايما بيلعب من ورا الديفنس. لا اول ما اشوف ليفربول بيضرب كميه الضرب، لما اخر الديفنس بتاعه 7 8 متر، وهو ده اللي خلى بالك كلوب بدا بشامبرلين قدام عشان يجري في ظهره. فلو هو لما اخر ديفنس 7 8 متر شامبرلين بقى ديد، ما بقاش في حد بيستلم في بين الخطوط. بس بالعكس ده هو بقى اللي عملها في ليفربول، هو بقى اشتغل هو اللي اشتغل على اللعب من ورا الباكات وعملها كويس جدا، يوصل 3 4 مرات سريعا عشان كل من اشتغل كويس جدا رغم ان ضيع جون والجون فاضي. كان هيبقى 14 نقطه كلين شيت. انت اتكلمنا على حسب مش امنياتك. لا ضيع جول خلص، انت النهارده مصغرنا روبرتسون يعني هديله فرصه اخيره الاسبوع ده، بعد كده بره. اكي دخل فيهم جون بدايه 90، كان هيجيب لي 6 نقط كمان. تمام. محمد صلاح طبعا ما شاء الله جاب جون وعمل اسيست وعمل هو اللي شايلك ماشي والله. انا سايبه يعني صلاح، انا عندي ثقه كبيره فيه. لوكاس مورا ابو مكه بصراحه اللي عامل الشغل. ها ابو مكه عامل معاك مصلحه شغل جامد. بيريز من ليستر سيتي 3 نقط كلين شيت.
فريزر نقطة واحدة برضه هديله فرصة الأسبوع ده بعد كده مفيش هزار يعني. أجويرو جاب جول. حظك في أجويرو يا ابن المحظوظة. طيع البيت يعني انا بقى محظوظه وانت البيت يتصد عادل في الاربع. ايوه دي خمس نقط يعني انت كنت هتبقى ماينس. ربنا يديني بالماينس خدت خمسه. ربنا يديني نص حظك في الفانتسي وفي الساحل يا بيه كمل يا رب. عايز اقول لك ان انت ربنا هيكرمك جامد عشان صليت معايا الجمعه. الحمد لله. كمل ده انت جايب اثنين. اولر اولر نقطتين و اولر ده ما فيش يعني باين مش ماتش كان وحش قوي. الماتش الجاي هيلعبوا نورويتش سيتي هيبان شويه اكتر. عارف مين كويس قوي في راس حبه نورويتش سيتي اللي جاب جول؟ طيب انت عارف ان القيمه التسويقيه بتاعت فريقك زادت حازم عشان ميدو اللي ماسكها ما شاء الله. نطلع غيرت طيب نطلع نشوف فريق الاحلام. نطلع فاصل. بفكركم ان البرنامج برعايه زد ونانو سيل من ال جي. نرجع لكم بعد الفاصل ونتكلم على فريق الاحلام بتاع الاسبوع القادم. رجعنا لكم تاني وهنتكلم على فريق الاحلام بتاع الاسبوع القادم. فريق الاحلام يعني افضل مش مساله افضل لعيبه. افضل لعيبه جابت بوينتس وده يعني الرولز او ده الهدف من اللعبه سواء في حراسه المرمى او في الدفاع او في الهجوم او في خط النص. نبتدي سريعا. افضل حارس مرمى ديخيا. دخيا طبعا كلين شيت وعمل سيفز وجاب 10 بوينتس. إريك بيترز من بيرنلي 14 نقطه كلين شيت و2 اسيستس وكيد بونس. ميتلان نيلز من ارسنال 12 نقطه. لويس دانك من برايتون 11 نقطه. برايتون عملوا ماتش كبير جدا والاسبوع ده هيلعبوا ويست هام. عندهم ماتش صعب يعني طبعا. ويست هام جايين من نتيجه ثقيله ضد مانشستر سيتي. كريس ميفن بورنموث 10 نقط كلين شيت. حزم خط النص ستيرلينج يعني حبيبك. دايما براهن عليه ودايما مستوى رياض محرز واضح ان هيبقى ليه شكل كمان. محرز عمل كويس جدا ان شاء الله مش هيبقى شايف قدام توتنهام ستيرلينج كان هتشوف الاسبوع ده. محرز الحاجه المفاجاه انه قعد سيلفا ولعب محرز. دي يمكن مفاجات جوارديولا ما بتفهمش دايما جاي من كاس الامم بالنسبه له او لسه جاي من كاس الامم يعني زي ماني وراح ملاعبه. ماني ما لعبش اول ماتش هو لعيبه على طول على الرغم ان سيلفا اللي بيلعب على طول وسيلفا بالنسبه له هو الفتى المدلل يعني. فبرضه دي باين لك ان جوارديولا دايما دماغه ما تعرفش فيها ايه. ومن اصعب الحاجات لعيبه الفانتسي ان يشتغلوا على جوارديولا لانه ممكن يقعد لك اثنين ثلاثه انت حاططهم ضرب لك الفرقه كلها. يا رب يبدا باجويرو الاسبوع ده. محمد صلاح وصلاح طبعا كالعاده يعني جايب جون وعامل جون خط الهجوم ميدو كين توتنهام جاب جولين طبعا نفسه في اخر 10 دقائق. وراشفورد ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد عمل ماتش كبير برضه. وبارنز من بيرلي 13 نقطه جاب جولين واخد ثلاث نقط بونس. ده الدريم تيم او فريق الاحلام. اكتر لعيبه جابت بوينتس في الاسبوع الاولاني الراوند الاولاني في البريمير ليج. حازم سريعا بقى المباريات يعني انت ماتش وميدو ماتش سريعا. اول ماتش ليفربول 4-1 كان متوقع يعني. ليفربول فرقه كبيره بطل تشامبيونز ليج ناهي الدوري بالمركز الثاني لغايه اخر نفس. فرقه فايقه بشكل كبير جدا وكان طبيعي. لكن يمكن الاهداف المبكره كانت بدري يعني 4-0 الشوط الاول كان رقم كبير تقريبا. كل الاجوان تقريبا معظمها جت في الشوط الاول او يعني اول ثلاث اهداف في الشوط الاول. فرق شاسع يعني فرقه كبيره جدا. وحتى المدرب تصريحاته بعد الماتش كلها انه يعني كنا عايزين نعمل ماتش كويس لكن الامور صعبه عليه. ميدو ويست هام 5-0. ويست هام طبعا في اللندن ستاديوم نتيجه ثقيله جدا لويست هام لان دي ثاني سنه لبليجريني. طبعا بليجريني كان بيدرب مانشستر سيتي قبل كده واسم كبير لكن كان وحش جدا. ما اعرفش اتفرجت على الماتش؟ اتفرجت على الماتش. شفت كميه التكتيكال فاولز اللي مانشستر سيتي بيعملوها؟ بليجريني طلع بعد الماتش في البريس كونفرنس او في يعني في الميديا قال لك ان انا غير سعيد بالطريقه اللي بيلعبوا بيها مانشستر سيتي رغم ان احنا اتغلبنا سكور كبير لان هم بيتعمدوا ارتكاب الاخطاء التكتيكيه في نص ملعب الفرقه الثانيه. 72% قفلك الهجمه 72% من الاخطاء يعني هو واخدين تعليمات سيف. وعلى فكره سولسكاير قال كده السنه اللي فاتت برضه على جوارديولا واخدين تعليمات اسيف ان اي فرقه اول لما في حد يمسك الكره وبيعمل كاونتر اتاك يعمل معاه فاول. وبليجريني طالع زعلان جدا بيقول لك ان يعني ده ضد الرولز بتاعت الكوره. يعني هو اتمنى ان الكوره ما تمشيش كده. يعني سمعت كان بعد الماتش مشجع من ويست هام طالع بيتكلم على مانشستر سيتي قال لك احنا
مانشستر سيتي وجوارديولا دمر الكوره في انجلترا، دمر متعه البريمير ليج، ما بقاش في منافسه خلاص، فرقه بتكسب وفرقه كلها بتحاول. قال لك تحولنا الى السيريا، واحد بيتكلم كده قال لك خلاص من كتر ما هو بقى بيكسب الناس كلها. بس حاجه حاجه مستفزه. السنه اللي فاتت ليفربول جايبين هو كان بيقول كده يعني مشجع من وستهام بعد الماتش اللي بعده شيفيلد. عمل ماتش كويس شيفيلد مع بورموث، رغم ان بورموث فرقه كويسه جدا الموسم الماضي، عملت جوان كويسه، عملت فرقه، عملت نتائج كويسه. بورنموث ملعبه فرقه قويه جدا، بيجيب جوان دايما، فريزر زي ما قلنا وكينج ويلسون، عنده اسامي بتعرف تجيب جوان كتير. لكن شيفيلد بيرجع في الدقائق الاخيره ويتعادل، نتيجه مهمه جدا لشيفيلد، عائد للبريمير ليج. لكن كان بالنسبه لي مفاجاه ان يتعادل بصراحه بعد ما كان خسران 1-0. ميدو بيرلي بيرلي ولا كريستال بالاس وايفرتون؟ بيرنلي وساوثهامبتون. ساوثهامبتون نتيجه كبيره جدا طبعا، عندهم استقرار، المدرب ثاني سنه يقعد معاهم، كان السنه اللي فاتت جاي في وسط الموسم ومدرب كويس جدا. يعني بيرنلي يعني فرقه كويسه جدا برضو. ماتش يعني كان يعني فرقتين مستواهم قريب جدا من بعض رغم النتيجه الكبيره. كريستال بالاس وايفرتون، بص ايفرتون بدايه مش يعني معقوله بالنسبه انه بيلعب مع كريستال بالاس، فرقتين كويسين، فرقتين الموسم الماضي عملوا عندهم لعيبه كتيره كويسه، عندهم الاثنين بيلعبوا دايما على المكسب، مدربين كويسين جدا في الفرقتين. كنت اتوقع ان ايفرتون ممكن يكون اقرب شويه نظرا للانتدابات اللي عملها، وجود لعيبه كويسه، وجود حافز اكثر شويه، لكن يعني نتيجه ما كنت اتوقع ان هي افوز احد الفريقين يعني، لكن الماتش كان فيه في بعض الفرص. حازم، فريق الجولة الثانية لحازم وميدو، حازم اعتقد هيعمل تغييرة واحدة، ميدو مش عارف هيعمل تغييرة ولا تغييرتين. فريق ميدو زاد بنسبة 0.2 القيمة التسويقية، وفريق تعلب 0.1. فريق تغييرتك؟ انا هلعب بنفس التشكيل، هغير بس تغيير غريب شوية. حارس مرمى، بص انا وجهه نظري، انا عايز طبعا، اصل انت كل شويه بتبقى عايز تغير وتلعب في لعيبه تانية وتحط اسامي، لقيت فرقه كويسه، لكن لقيت تغيير ممكن يفيدني بفلوس قليله وشكله هيبقى كويس. ليفربول هيلعبوا مين؟ ليفربول هيلعب الاسبوع الجاي، هيلعب مع ساوثهامبتون بره، ولا في ملعب بره ساوثهامبتون، هيخش في جوان ادريان، هتشوف والله العظيم يخش في جوان. انا لقيت ان 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 ادريان حارس ليفربول قدامه هيلعب حوالي 7 اسابيع لغايه ما اليسون يرجع، هو باربعه ونص، وبالتالي انا كنت واخد لوريس بخمسه ونص، فنزل لي قلق مليون. المليون ده انا الاسبوع الجاي بقى يعني هجيب لعيب تاني برضه محتاج فلوسه، فعشان كده عملت التغيير ده. ان ليفربول عامه فرقه من اقوى الفرق، مفروض دفاعيا بيخش فيها جوان كتير، السنه اللي فاتت ده اللي كان كلام مكتوب يعني. ادريان شفته الماتش اللي فات مع تشيلسي كويس، واقف على رجله كويس، واحد كان جاي من وسطها، كان جاي من، بس على فكره لو جت الكاميرا من ورا متهيألي ما لمسوش حاجه محمد، بس بص يعني ادريان ده نموذج للعيب المرزق ده، واحد كان طول السنه في وسطها السنه فاتت احتياطي ما بيلعبش خالص، ومشي ومشي فري مشي فري، ومانيولي مشي من ليفربول، وده راح جاي مس لعب خلاص موجود في ليفربول، هيقعد بقى طول السنه. راح تركيا تقريبا. ميدو عنده ميدو عنده تغييره واحده. اكمل كلام يا ابني لسه سريعا يا بيه، خلاص مفيش وقت، سيبك واحنا جايين ندردش. لا يعني فادريان حطيته مكان لويس بس. شكرا ميدو. انا عملت تغييره واحده، دخلت مارسيال، عمل ماتش كبير جدا، وانا متوقع ان هو يعمل سيزون كبير. كان عنده مشاكل كبيره جدا مع مورينيو، وخدوا الرقم الفانيلا بتاعه دول سانشيز، وكان دلوقتي ابتدى فوق مره ثانيه، هو لعيب كويس جدا. دخلته مكان فريزر، فريزر لعب بورنموث، تغيير كويس. ومانشستر يونايتد هيلعب وولفرهامبتون، فرق ماتش صعب بس فرقه بتهاجم برضه. شايف ان عندك طموحات الجوله الثانيه ان شاء الله باذن الله، عندك رؤيه على مين بقى مين هيجيب لك الاسم، لان لو اديني اسامي برضه هتبقى مشكله. كولمان وروبرتسون الاثنين هيجيبوا لي بوينتس كويسه، وانا والجون بتاع استون فيلا هيجيب لي وعنده صلاح. عندك الجون بتاع استون فيلا هيجيب هيتون كويس قوي، هاي ان شاء الله هجيب لي بوينتس. طيب نتكلم بقى عن الماتشات بتاعت الاسبوع اللي جاي كلها، توقعات العالمي والثعلب بعد الفاصل. يا
ماتشات الاسبوع اللي جاي وتوقعات العالمي والثعلب ارسنال وبرلي. اول ماتش ارسنال هيكسب. حازم تاني ماتش استون فيلا. ماتش صعب يعني، اشوف تعادل او ممكن فوز استون فيلا، بس اعتقد التعادل. قول حاجه عشان دي برضه هنتراهن عليها دي. لا مش هنتراهن، ماتش ده لا 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 ماتش. انت مش هتعرف تطلع تجيب لي هنا. دي واحده احنا هنعمل تحدي دلوقتي توقعات. ماشي تمام، انا بحاول اخلق لك اي حاجه تظبط فيها لان شكلنا بقى وحش. معلش بعد اذنك ركز معايا. انت توقعاتك ارسنال ايه؟ ممكن يكون تعادل. ميدو ارسنال يكسب بيرنلي. وانا هقول ارسنال يكسب بيرنلي. طيب ما انت قلت تعادل. قلت تعادل. لا انت بتكلم على استون فيلا بورنموث يا حبيبي. بتكلم على ارسنال. فوز ارسنال. طب هات بقى قلم بعد اذنك. معاك قلم. هو لا ما هنسجلها. لا فاروح ايه خلاص ماشي خلاص. ما تقولش بالك احنا بنسجل. انت الاثنين ارسنال ماشي. استون فيلا انت ايه؟ تعادل. استون فيلا هيكسب. برايتون ويست هام هيكسب. عكس ماشي. نيوكاسل ايفرتون واتفورد. لا ايفرتون. ايفرتون نيوكاسل. نوروتش ونيوكاسل. تعادل او نيوكاسل. لا مفيش. لا قول بقى واحده بس. اصل نوروتش ما لعبتش كتير ما اقدرش يعني. طيب هتشوف اللي انت. نيوكاسل. ميدو تعادل. ليفربول ساوثهامبتون وليفربول. ليفربول هيكسب. تمام. مانشستر سيتي وتوتنهام. ماتش صعب ده. سول مانشستر سيتي. تعادل. كريستال بالاس. شيفيلد يونايتد وبالاس. شيفيلد يونايتد. تعادل. تشيلسي وليستر. تشيلسي. مانشستر. مانشستر. تعادل. حسن. وولفر هيكسب. مانشستر. انا بقول تعادل. تمام. يعني احنا بص ان شاء الله لو خلصت فيه كمان ده ما يجيش بقى ما يكملش. يبعت علي. يبعت علي او هاشم. بص انا عايز ربنا يكرمك. لو كسبت في التوقعات الاسبوع الجاي ما تجيش انت. ابعت علي او هاشم يجوا مكانك. اقول حاجه بس لو كسبت توقعات هو كمان هو بيروح يقعد يركز ويقعد قاعد في الشمس ومركز يعني خلي بالك عشان اقول الحق برضه على ربنا. حازم امام عمره مركز على مكانه ماشي ماشي كده بالتوكاله يعني. لا لا هو بيركز كويس. ميدو شرفتنا ونورتنا. حازم شرفتنا ونورتنا. ساسي توفيق ان شاء الله في الجوله الجايه ان شاء الله باذن الله. عايزك فاهم انا بروح على ادريان الحارس بتاع ليفربول. هتشوف ادريان هيخش في بص الحلقه الجايه دي لو في اي ماتش حاجه ليفربول ساوثهامبتون لو حط عليك الحلقه الجايه هتبقى صعبه ان شاء الله باذن الله. هتبقى صعبه باذن الله. خلصنا حلقتنا النهارده. اعتقد ان المنافسه شرسه جدا ما بين العالمي والثعلب. اي نعم الثعلب حط على العالمي. عايزين الناس كتير تخش تشترك معانا في الليج بتاعنا. في اوريدي دلوقتي رقم ناس كتير بعتت لي رقم جايبين حاجه و90 رقم كبير جدا. هنحط برضو الكود بتاع الليج عندنا على الشاشه دلوقتي عشان الناس لازم نسخن تخش عليه. وكل جوله هيبقى معانا. خليكم معايا صدقوني هيبقى معانا جايزه. مش قادر اقول لكم خليكم على العالمي ولا خليكم على الثعلب لان توقعت ان هو هيبقى عنده رؤيه في الدوري الانجليزي. طلع عنده اسامي كافيهات وبياكل ايس كريم. هو رايح انجلترا بيروح يقف في طابور. احنا سمعنا الكلام ده بس حط عليك شكلنا بقى وحش. هنشوف الجوله الثانيه العالمي هيعمل ايه مع الثعلب. اشوفكم الجوله الثانيه على الف خير. يلا